السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه قديمه قبائليه، واللي هي الكسكس تاع القمح بالفول اليابس، كسكس الاصبر ولا كسكس الكحل بطريقتي الخاصه. هذا الكسكس صحي 100%. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، راني نقي في الفول اليابس، نحيلو كامل ولا كاين حجرة ولا القشور تاعو تاع الفول كيما هادو، نحيهم كامل. من بعد كي نقي الفول تاعي نحطو في الماء سخون، نغسلو جوج حتى ثلاثة قطرات، نغسلوه مليح. وانا وجدت القدرة تاعي بالماء المغلي، نحط الفول تاعي في الماء المغلي باش يطيب. فوالا كيما راكم شايفين. من بعد نزيدلو حبة تاع بصل وخمس فصوص تاع ثوم، نقطعهم هكذا كبار معليش، من بعد في الاخير نرحيوه كامل، ونزيدو مغرفه كبيره تاع فلفل احمر وشويه تاع الشحمه غير شويه برك، مع فلفل الاسود. فوالا، ونزيدو لها ثلاثة حتى أربعة المغارف تاع زيت الزيتون. هاد الطبق صحي 100%، يتخدم غير بزيت الزيتون. فوالا، ونغلق عليه ونخليه يطيب. من بعد نجوز الكسكس تاعي. انا هذا الكسكس غسلته وقطرته ودرته في الجفنة باش ينشف، ونزيد له شويه تاع زيت الزيتون، ندهنه كامل بزيت الزيتون، ونحطه يفور للمره الاولى. مرارا نحطيته فوق المرقه تاعو باش يفور. انا نحطه في المرقه تاعو، ما نحطوش في الماء، ما نفوروش انا في الماء باش يجي بنين. من بعد نحيه، هذه الفوره الاولى. من بعد نزيد له جوج كيسان تاع ماء، ونخليه يشرب كامل هذاك الماء. شوفوا كي شرب الماء كيفاش ولا. فوالا، من بعد نزيد ثاني جوج مغارف تاع زيت الزيتون، وندهنو ونردو يفور مره ثانيه. فوالا، هذه الفوره الثانيه، نحيتو خلاص فار، نحيتو خلاص. من بعد نزيد له ثاني كاس تاع الماء، مقبيل زوج كيسان برك، غير كاس برك، نزيد له كاس ماء، نخليه ثاني يشرب الماء تاعو. من بعد فوالا خلاص شرب الماء تاعو. من بعد ندهنو ثاني بجوج ملاعق تاع زيت الزيتون، فوالا ندهنو كامل مليح. من بعد نردو يفور المرة الثالثة. كيف المرة الثالثة، نحيه وندهنو تاني بزيت الزيتون. كي تشوفو هكذا تقولو بزاف لي دارت الزيت، لا لا، هذا زيت الزيتون ما تخافوش منه، ودرت غير زوج مع ملاعق، ماشي بزاف. من بعد نولي المرقه تاعي خلاص كلش طاب. شوفوا الفول تاعي كيفاش خرج القشر تاعو. درك نرحيه بالروبو، هذه هي طريقتي. بكري ما يرحيوهش، يخلوه يطيب مليح، ويديروه بالمغرف برك. ونزيد له ملعقه كبيره تاع الملح في الاخير،
ما ديروش في الاول، وملعقه كبيره تاع طماطم المصبره، هكذا نرحي كامل كلش بالميكسور كما قلت لكم بكري ما يرحيوهاش. انا تعلمته ما نرحوهش بالميكسور، نرحوه غير بالمغرف كبيره. بصح انا هذه هي طريقتي، تجي طريقه سهله فوالا باش ما يبقاليش هذيك القشره. من بعد كي نشوفها ثقيله شويه نزيد لها الماء سخون، ماء مغلي، نزيد لها لهذاك الفول فوالا. هنا عندي جوج حبات تاع اللفت، نزيدهم نحطهم داخل المرقه تاع الفول باش يطيبوا، تعطي بنه للفول اليابس. هكذا نخليوه نغلقوا عليه ونخليوه يطيب هذاك اللفت. من بعد ندوز نوجد طبق التقديم تاعي، من بعد نولي ليكم. ها هو الكسكس تاعنا تاع القمح، كسكس صحي وبنين. هذه هي المرقه تاعو، هكذا اللي تجي. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتكتشفوا هذه الوصفه اللي ما يعرفهاش. إمال البنات لا تنسوني في لايكاتكم وتعليقاتكم، اللي ما شاركش يشارك في القناة ليصلوا كل ما هو جديد. إلى الملتقى، سلام.